خير، نحييكم من هنا من أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة، نحييكم بهذا الختام الكبير وختام فئة وسن الصغار الذي بداية النهاية في هذا المساء لنهاية سن الجداع، وبذلك تنتهي وينتهي مسلسل منافسات الصغار. انطلق قبل قليل هذا الشوط الخاص بفئة الجداع البكار المهجنات الأصايل، وهذا هو الشوط السادس الثالث للبكار ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول المقدمة مع الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مضم العبيد من شينان المري يتابعها في التضمير. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلت حدث من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري المضمر الذهبي، بينما دور المركز الثالث رسالة على المركز الثالث، تعود ملكية رسالة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، يضمر رسالة عبد الله بن ثعيلب بن حمد الهاجري على المركز الثالث. دور المركز الرابع، وصلت وانطلقت مدللة من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، يتابع مدللة من تحتل المركز الرابع وتتواجد وتتربع على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يا متابعينا الأعزاء وصلت صبا وزمان الصبا، يا زمان الصبا عهودك رعاها الله، هذه صبا على المركز الخامس تتقدم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ضمر أحمد بن خلفان المزروعي، مرحبا يا الجنتلمان، مرحبا بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد رجل التراث هلس ويحان، بينما المركز السادس ومن يتقدم وتتقدم بدورها هنا ثروة من هجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير ودخول وتسلل، وصلت هدو من هجن الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثامن، ومن تتقدم لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، بينما المركز التاسع تقدم من في من هجن الشحانية مع سالم بن فران، وعاشرا تتقدم على المركز العاشر وتتسلل وهاجة من هجن الرئاسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم، جائزة عينية قيمة سيارة رصدت للفائزة بالمركز الأول في هذا الشوط، سيارة بانتظار الفائزة بالمركز الأول. عودتنا إلى مقدمة الشوط إلى المنافسة الحامية في مساء هذا اليوم في هذا الختامي المشهود، هذا الختامي الكبير. اليوم في الفترة الصباحية كانت أشواط الرموز حيث اختطفت هجن العاصفة الهجن المستضيفة رمزين غاليين، بينما خطفت هجن الرئاسة رمز وهجن الشحانية الرمز المفتوح للقعدان مع التوقيت الأفضل، التوقيت الذي يسجل للمرة الأولى على أرضية هذا الميدان، توقيت المتحد 8:36 وسبعة أجزاء من الثانية، توقيت تاريخي يسجل مع هجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران. عموما عودتنا إلى مجريات وأحداث هذا الشوط إلى المركز الأول، من انطلقت من جرت الشوط، الله رسالة تقدم هذه الرسالة شديدة اللهجة للمشاركات للمضمرين في هذا الشوط، رسالة شديدة اللهجة مع رسالة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري، أو هناك على المركز الأول، الله ما شفناها هذه، الظبي على المركز الأول أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عمدة المضمرين بالفعل يا أبو بطي، بالفعل يا ابن غراب يقودها العمدة أبو حمد ونعم التضمير، عبيد بن شينان يتابعها في التضمير، بينما المركز الثاني من تنطلق هنا رسالة على المركز الثاني أيضا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما المضمر مع عبد الله بن ثعيلب
الهاجري نار على علم هو بدوره في التضمير. اشكرك يا ابو غراب، اشكرك يا ابو بطي. الله، شعار الشحاني وصل، وصلكم بن فاران، وصل بن فاران في هذه اللحظات مع المركز الثالث، مع حدث، مع حدث من هجن الشحانية، هجن للشعار الأدعم قادم مع المركز الثالث، وشعار هجن العاصفة أيضا قادم مع امتنان من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. بينما المركز الخامس وصلت وانطلقت في، وصلت في على المركز الخامس أيضا من هجن الشحانية، سالم بن فران في التضمير. عودتنا إلى الظبي، صاحبة إنجازات الظبي على أرضية ميدان التحدي وأرضية ميدان الوثبة وجميع الميادين، بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الكيلو متر الأخير يا مضمرين. الظبي ورسالة، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يسيطر على ناموس هذا الشوط بقيادة الظبي، بقيادة الظبي زعبيل الشوط، زعبيلي حتى اللحظة، إلى زعبيل انفاز هذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب. الله، أطلق لها العنان يا أبو حمد، أطلق لها العنان الظبي، أطلقها إلى الناموس، أطلقها إلى الفوز. هذه الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب بقيادة بن شينان، بقيادة عمدة المضمرين عبيد بن شينان. انطلقت الظبي يا سلام. إذن هذا الناموس يتجه مباشرة إلى زعبيل، إلى زعبيل مع الظبي، مع الظبي. الله يا العمدة، الله يا العمدة، في واصلة، في واصلة لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران وامتنان العاصفة أيضا تشن الهجوم، هجن العاصفة، هجن الشحانية، ولكن هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. 200 متر، اصمدي يا ظبي، اصمدي يا ظبي، ولكن في، في يا سلام، خطفت المركز الأول في وانطلقت امتنان. عاصفي هذا الشوط ولا شحاني؟ عاصفية، شحانية، شحانية مع في، مع في المركز الأول. سلام يا لدعم، سلام، تهانينا، تهانينا، والناموس لجنة الشحانية على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني امتنان لجنة العاصفة، المركز الثالث، المركز الثالث الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت فيه سرب من هجن الشحانية أو سرابة. المركز المركز الرابع وصلت مدللة من هجن العاصفة. المركز الخامس يا سعيد، المركز الخامس وصلت، المركز الخامس، المركز الخامس رسالة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. إذن التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء لحظة وصول في إلى خط النهاية، قطعة المسافة 6 كيلومترات بتوقيت زمني 8:59، جزء واحد من الثانية، التهاني والناموس لهجن الشحانية والتهاني موصولة للمضمر سالم بن فاران المضمر الذهبي من قاد في لناموس الشوط. المركز الثاني امتنان، قطعت المسافة امتنان في 8:59 وجزئين من الثانية، التهاني والناموس لهجن العاصفة والتهاني موصولة للمضمر غياث الهلالي. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت الظبي، قطعت المسافة في 9:01 أربعة أجزاء من الثانية ما قصرت الظبي، قادة الشوط حتى 50 متر الأخيرة. تهاني والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهاني موصولة للمضمر عبيد بن شينان المري. تهاني